بينزلوا نوع المحاضر اللي موظف الضمان بيتعرض ممكن عميل بيدخل بسكينه قدامي وبيدخل بميه نار مفيش حضرتك محتاجه تبلغني عنه على طول اللي بيدخل انا الوحده ساعتها هتعمل ايه تعملي محضر في الاسم انا بقول لحضرتك سكينه ميه نار اعتداء على موظف الهروب اما بينزلوا يعملوا الابحاث الاجتماعيه برضه في بدل مخاطر عليهم ما بيتصرفش لنا اي حاجه ميزه تمييز عن فبالتالي بيهربوا من اداره الضمان على فكرة احنا مظلومين في كموظفين سعادتك مظلومين لان احنا بعد ما نقضي 36 سنة خدمة ونلاقي انا مكافئتي 17000 جنيه بعد ما اخدم 36 سنة خدمة في خليني حضرتك في القانون بيقول ايه يعني يا ريت سعادتك تنظرنا ده الطلب الوحيد اللي سعادتك يا ريت تراعينا فيه نشوف القانون بيقول ومرة تانية انت شرفتينا ونورتي مديرية الاتصال الاسكندرية الحكومة ان احنا نستعين باعداد زيادة عن اللي موجود اذا كنا بنتكلم عن اصلاح اداري يبقى لازم ان احنا اسهل حاجة انك تضيف الجهاز الاداري للدولة لكن انت حضرتك محتاجين نبص للمديرية ككل ونعمل اعادة للتوزيع الادارات الفاضية ناخد من الادارات المليانة الوحدات اللي فيها نودي للوحدات اللي ما فيهاش اخر حاجة نفكر فيها ان احنا نضيف الجهاز الاداري للدوله كمان ان احنا خلي بال حضرتك احنا عندنا مشكله ان انت هتلاقي عندك بتشتكي من عجز هتلاقي عندك عدد كبير جدا انت منتدبات مش طالبه جمعيات اهليه